السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. قناة منوعات لينا، كنرحب بكم، كنوجه لكم ألف تحية وتحية، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي غادي نشارك معكم اليوم، وتوصلوا لأكبر عدد من اللايكات، وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب والأصدقاء باش يستفد الجميع. كما كنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناة ما عليه غير يفعل الجرس بالضغط على المربع الأحمر صابوني أو سبسكرايب أو اشتراك في القناة، مع ضبط الجرس على اختيار الكل باش يتوصل بجديد الفيديوهات. غادي نشارك معكم في هذا الفيديو كما كتشوفوا طاجين الخضر واللحم اللي كنتمنى يعجبكم وتجربوه باش تشوفوا اللذة ديالو والسهولة ايضا. دابا ما بقى عليكم غير تجربوه. غادي ندوزو للمراحل، يعني الطريقة والمقادير غادي يكونوا في نفس الوقت. نتمنى تشاهدوه باش تعرفوا وتأكدوا من صدق كلامي. طاجين بالخضر مغذي بطريقة صحية، طاجين طين عادي. بالزيتون، خضر والزيتون، اللحم راه لتحت. شاركته معاكم بكل عفوية. عندنا هذا هو الطاجين، حطيت فيه اللحم، حطها فوق النار، دير عليه شوية الملح، غادي نصب عليه الزيت، قليل من الزيت النباتي، واللي بغى اللي عنده زيت زيتون متوفر، أنا سديت عليه وخليته يتقلى في الزيت والملح. غادي نحرك دائما بملعقة خشبية، الأدوات كلها صحية، الكل كيعرف بأن طاجين الطين هو من الأواني الصحية وينصح بها حتى الأطباء. غادي نبقى نحرك اللحم المقادير. ها هي حدايا ديال، ها هي البصل والتوابل. عندي بصله كبيره مقطعه قطع صغيره او مشلطه كما كنقولوا بالدارجه المغربيه، وعندي التوابل، عندي ملعقه كركم او خرقوم بلدي صغيره، عندي ملعقه او نصف ملعقه صغيره تحميره او بابريكا، ما عنديش البهارات السبع كلها، عندي فيها غير بدل الكتان او زريعة الكتان وحب رشاد او حب الرشاد، البازيليك او وبودرة البصل، ورقة الرند او ورقة الغار نقول لها ورقة سيدنا موسى، عندي نعناع جاف، زعتر، زعيترة، شوية الملح او ملح حسب الذوق، قليل من الزنجبيل، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، والقزبر يابس كان في الوسط لأن شفتوا الطاجين اللي درت غير صغير على حسب الأفراد اللي متواجدين في المنزل. حطيت البصل، غادي نزيد عليها توابل الطاجين، غادي نحركهم ونخليهم يطيبوا. انا عاودت اللقطه معاكم باش اللي فاتوا المرحله يشوفها. عاودتها عمدا باش حتى واحد ما تفوتو حتى شي مرحله. غادي نزيد كاس كبير نصه ديال الماء، يعني نصف كاس كبير
غادي نخليها تقلى، ومن بعد غادي نزيد البصلة مقطعاها دوائر. غادي تطيب هاد المرحلة ما تسجلاتش ليا. ومن بعدها غادي نزيد البطاطس حتى هي مقطعاها دوائر. ملي كطيب البصلة كنزيد البطاطس او اي خضر متواجدة عندكم. ها هو الطاجين عندي موجد. ملي طابت الخضرة زدت الزيتون. هادشي كله ما صورتوش، تقطع ليا، ما عرفش اشنو السبب او ما هو السبب. ها هو الطاجين موجود، طاجين صحي بكل المقاييس، لا من خضر طارية ولا من لحم ولا من اواني اللي كيتمثل في الطاجين طين. حتى الملعقة اللي كنت كنقطع بها، الملعقة اللي كنت كنحرك بها خشبية. طاجين باقل تكلفة وبشكل راقي وبقيمة غذائية عالية وصحية. البهارات او التوابل كلها متواجدة في المنزل، كلها كتعطيه لذة وبنة. ما بقى لكم غير تجربوه وتردوا عليا في التعاليق، وانا كنتسنى في التعاليق ديالكم الزوينة، ما تحرمونيش منها، اللي كتشجعني انني نزيد قدام ونواصل الاجتهاد. مهم هذا طاجين بسيط شاركته معاكم، نتمنى من كل قلبي يعجبكم وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي كما قلت لكم في الاول، وتوصلوه لاكبر عدد من اللايكات، لان اللايكات هي اللي كتحلي الفيديو كترفع من قيمته. ومرحبا باي نقد بناء، لان الطرق كتختلف وحتى المهارات كتختلف. يمكن تزيدوني شي اضافة، ما تنسوش في التعاليق، انه كما قلت لكم مرحبا باي نقد بناء، وحنا دائما كنتعلموا، الكل يساعد الكل والكل يعلم الكل. والى فيديو اخر باذن الله.